بالنسبة للارتفاع الأخير في المشتقات النفطية، تعتبر بمعنى المقاييس هي جريمة بحق المواطنين وبحق الناس، لأنه أصبحت ظروف الناس صعبة جدا، غير قادرين على تحمل تبعات هذه الكارثة الأخيرة. والله المشتقات هذا فيه نقول لك ايش تلاعب، يعني اليوم بسعر ثاني بسعر، ولا ندري كيف السعر ما استقر. السعر هو كله، هو كل الأسعار مستقرة ثابتة طول في البلاد هذه، غير تلاعب بس ومجاعة عندنا أكثر من اللازم. في ناس طلبة ما يدرسون يروحون لهم هناك في بيوت، يعني صدق واحد حصل عنده اثنين ثلاثة يدرسون برا، أو بنت تدرس في الجامعة في الكلية يتمنى اليوم إن تتخرج تساعده، لحظة يحصل له قلت لك يشتغل لك ب20,000 يعني بالأسبوع في بناء، يجي المواصلات يقول لك ضعفت مواصلات بدل 15 بقى 20، منين وصل لهم ال20؟ المفروض الحكومة تدعم حتى على أقل 5% بس، واحد ولا شيء 5% تدعم الناس، بحيث إنهم يدرسون، هم الناشئين اللي يفتحون، هم نظر عيوننا. الناس اللي بيعطونا عنهم بيأكلوا نحن بكرة بعد يساعدوا أولادهم يساعدوا أهلاتهم، هاي خارج الصوت هذا، لأن الإنسان تعبان تعبان في حاله كده. يعني نقول لك إيش اللي الموظف عندنا أخص شحات، الموظف عندنا صحيح الأصيل شحات ما يقدر يواصل حتى حق عمله، يتحصل ديون فوقه عادي لحدنا، وفي أسر ناس بعد دابة وبعد كل شيء، في بيوت يبيعون نص عقب سكن يبيعون نص مشان يأكلون، هذا جريمة كبيرة يعني تطلع في المستقبل. رأينا في الجرعة الأخيرة في المشتقات النفطية صراحة هي يعني مجحفة إن لم تكن كارثية يعني بالنسبة للمواطنين، لأن المواطنين أصلا الوضع قده صعب جدا، فبالتالي هذا تعتبر يعني مجحفة جدا في حق المواطنين. المشتقات النفطية والجرعة الأخيرة أو ما تسمى بجرعة الموت، هذه الجرعة أتعبت كأهل المواطن وأنهكته، جعلته يلهث وراء لقمة العيش، جرعة يعني بحد تسمى جرعة الموت. والله يا أخي تعبتنا احنا بالصراحة، يعني ما قدرنا بصدق صدق ما لحقنا على شيء، لا لحقنا على قلداك مصاريف الدال، لا لحقنا على شيء، مواد غذائية طالعة فوق، والحاصل ما احنا عارفين ايش ايش من هدفع علينا هذا وبلوة. الجرعة هذه نحن نسميها هي جرعة الموت، فلأنها كانت قاسية جدا على المواطنين، كنا نأمل ونتأمل من الحكومة عندما أتت إلى عدن أن تراعي للمواطن حقه، ولكن للأسف الشديد وجدنا عند وصولها إلى عدن بدت بجرعة، ومن ثم أتت بجرعة أخرى، يعني عندما كان المشتقات النفطية كانت 280 ثم زادت إلى 385 ثم زادت إلى 500 ريال يعني سعر اللتر، يعني هذه الأشياء تزيد أعباء على المواطن. المواطن يعني كثير من المواطنين لم يتحصلوا على قوت يومهم. والله هذا نحن نتحمله كل الحكومة، وبالذات عاد المحافظين اللي يراعون الناس، في ما يقول لك رقابة، وين الرقابة؟ نبغى تعرف وين الرقابة اللي تنزل على الناس هذا بس اللي تشوفهم. نحن مرة شيء منهم إنهم يعطون رواتب زايد أو شيء، لا يحسن الوضع، يخلوا المسكين يعيش. دالحين شهر رمضان جاي، والله في أسر ما أنت داري كيف تصلح، صحيح على قول ذاك الرزق على الله بس السعي زين، بس الواحد ما أنت داري وتصلح لحد الآن على الوضع هذا، يعني ناس بتضيع بتضيع بتضيع، أسر بتروح، والسبب مين بيتحملها؟ قولت الله ينصف، ما هي بسيطة الكل ينصف، يعني ناس تعبوا تعبوا بشكل فظيع، حتى السرقة يمكن بتوصل في بعض البيوت. دحين عيال أطفال أطفال كنت شحاتين، والله عيال ناس شحاتين اللي يقول لك أطنى 120 إيش هذا؟ يعني ما متبي يستقر الوضع على هذا. بشكل طبيعي السلطة، من يتحمل مسؤولية غير السلطة؟ السلطة يعني هي المتكلم الرسمي، هي التي في الواجهة عن المواطن، حط أمل في سلطة كبير، حكومة جاءت حكومة إلى عدن، تأملنا كل خير، قلنا الحمد لله بتحسن الوضع والأمور بتحسن الأفضل، حكومة جاءت، لكن جاءت الحكومة وزادت الجرعات، زادت الأسعار، كهرباء، الآن رمضان داخل على الأبواب،
المواطن ما يلاقي ما يقدر يعني يلبي احتياجاته اليومية الروتينية، ما بالك في احتياجات رمضان الأعياد. الطالب من المديريات المجاورة، مثلا أضرب لك مثال على الشحر أو حامي الديس، يعني كم بيستهلك، كم بيصرف على المواصلات لين المكلة، خاصة يجي لك مثلا لو افترض أنه والده يصرف عليه، والده كم راتبه إذا كان والده موظف أو متعاقد، كم بيصرف في المواصلات، كم بيصرف في المذكرات، كم بيصرف في أكله، كم بيحط في جيبه. يعني الآن صارت الدراسة عبء كبير جدا. الطالب يعني الوالد لو كان عنده 2-3 بيدرسون بيضطر أنه يخلي واحد يدرس 2 بيقول لهم روحوا نشتغلون، أو افترضنا ما يقدر إطلاقا. يعني صارت صعبة جدا، الحياة صارت صعبة جدا. المسؤول الأساسي هي الحكومة، فيجب أن تضع الكثير من الحلول. لماذا لا تتبنى وزارة النفط في عملية استيراد المشتقات النفطية وتتحكم بالتالي في الأسعار؟ أولادنا فلذات أكبادنا ما يعانون في هذه الفترة من عملية ارتفاع معهم الحق، فهذه عملية صعبة جدا. الأب لا يستطيع أن يوازن في المعيشة، الراتب ثابت والارتفاع في كل نواحي الحياة، ولا يستطيع أن يغطي مصاريف الدراسة أم مصاريف المواصلات أم، فيجب أن يتم وضع حلول لهذه العملية. طبعا اللي يتحمل المسؤولية هي السلطة المحلية، لأن الوارد محلي، فبالتالي السلطة المحلية تتحكم بأسعار النفط. ولو كان هذه المرة حكومي، فالمرات السابقة كذلك كان مرتفع وعانى كثير منهم من المواطنين، وأدى إلى ارتفاع شديد في المواد الغذائية وجميع السلع بشكل عام. يعني إذا ارتفع البترول ارتفعت المشتقات النفطية، كل حاجة ترتفع. نضرب لك مثال بسيط، مثلا لو كان معك بضاعة في المكلة جايبها عن الشحر، تمام، قبل ما ترتفع المشتقات النفطية افترض أنكم ب2000، افترضنا يعني مثال بسيط جدا، الآن بيقول لك ب4000، صح؟ يعني هذه الزيادة أنت وين بتحطها؟ هل بتحملها التاجر افترضنا؟ لا، بتحملها التاجر، بتحملها المواطن. المواطن البسيط يشتغل بالأجر اليومي، هذا المواطن اللي بيتحملها. تلقائيا ارتفعت المشتقات، ارتفع سعر الصرف، ارتفعت المواد الغذائية، ارتفعت أيضا ارتفاع المشتقات المحروقات، كل نواحي الحياة تتبع عملية الارتفاع. ماذا يفعل المواطن؟ لا يستطيع، بعض الأسر لا تستطيع أن تقتات يوميا. الغلاء فاحش، عدم وجود رقابة على الأسعار، أيضا الناس لا تستطيع أن حتى تركب المواصلات في الفترة الأخيرة، نرى المواصلات في شوارع خاوية. أضف إلى ذلك انعدام المشتقات النفطية، عندنا انعدام أيضا الغاز، عندنا انعدام فماذا يفعل المواطن؟ لا يستطيع، ليس له أي حيلة في هذا الموضوع. هذا مفروض أنا أقول ذاك لوزارة التربية والتعليم، بالذات مدير التربية والتعليم يلقي حل حتى على قل المواصلات. دحين الناس حرموا نفسهم من قدر التعليم، واحدة بنت عندها لو قلت لك آخر سنة في الجامعة ما تدرس، سبب هذا ما قدرت توصل إليها لأن أبوها ما عاد يقدر يكفلها. في ناس والله ناس يعني تحملوها أنهم يعطونهم مصروف يعني حق دراسة، بس هذا حق مش عليها يعني كيف يصلح، جلست في الدار احترمت البنت خلاص مستقبله كله ذاك اكسباير، ويصلح الناس بالله. والله يا أخي هذا بيني وبينك، شوف ما عاد إلا الطلبة، الكل فعلا يعني تعبان فيه. هذه مو إلا الطلبة، الطلبة نعم، ولكن برضو المواطنين. وبعدين لا تنسى أنت في ناس يستلموا رواتب في ناس بدون رواتب يا أخي، والطلبة فعلا تعبانين. يعني واحد معه 3-4 أنفار كيف يقدر يصرف عليهم؟ دولة هم ما عاد ينظروا أبدا للناس التعاب اليوم كادحين، صح؟ تشوف اللي بس الطبقة اللي هم في مستواهم يعني، وهذا أكبر غلط يا أخي. ما نعرف كيف يا أخي هذا يعني كيف الزيادات تطلع، هذا ما نعرف، ما حد يا أخي ناس يتكلموا، المحافظة والمستشارين أو اللي بجنبه ولا اللي بجنبه، طيب شوفوا ينزلوا، ولا هم غربة من عن حضر موتهم جايبينهم من برا هم.
بيشوفوا وضع البلاد كلها عارفين وكل شيء عارفين، لكن الله يعين. بنقولها نحن حسبنا الله ونعم الوكيل. بالنسبة للارتفاع المشتقات النفطية أكيد تترتب عليها ارتفاع في المواصلات، يعاني منها الطلاب، يعاني منها أيضا المواطنين. يعني النفط هو عصب الحياة، فلذلك عندما يرتفع المشتقات النفطية ترتفع جميع الأشياء، منها المواصلات، منها المواد الغذائية، منها جميع الملتزمات التي تورد من الخارج ومن الداخل وتنقل من بين المنطقة إلى منطقة، كلها تضاف عبء على المواطن. فلذلك هذه الأشياء كلها هي تتحملها الدولة. طبعا الطلاب تضرروا بشكل خاص، طلاب المدارس، طلاب الجامعات، كذلك حتى طلاب المعاهد. يعني كل الأمور مرتبطة بالمواد النفطية، يعني كمواصلات تشيل جميع الإجراءات. يعني حتى لو أنه نحن كمعاهد مثلا لو كنا نستقطب مدربين من خارج المديرية صار الأسعار مرتفعة، فكذلك ترتفع أسعار الدورات، ما يتطلب دفع أجر التدريب كبيرة للمدربين، فهذا ينعكس على دفع الطلاب في الموضوع هذا بالذات. أما في المواضيع الجامعات، فالجامعات فعلا هم يعني الحياة صعبة بالنسبة لهم، فالرواتب صارت يعني في تقلص عام، وكذلك بعض الموظفين عنده طالب أو طالبان في الجامعة، فلا مستحيل أنه يقدر يصرف بين البيت وبين الجامعة، فبالتالي هذا صعوبة نلاقيها في كثير من الآباء اللي نتقابل معهم. طبعا الارتفاع الأسعار، أسعار المواصلات طبعا سيشكل عبء على الطلاب، لذلك سيعزف كثير من الطلاب على الذهاب إلى الجامعات. يعني تخيل إذا كانت يعني الشهرية 25,000 نقل للطالب الواحد من مثلا من الشحر إلى المكلا، 25,000 يعني تقريبا، ومرتب الأب 50 أو 60، يعني ما يشكل ما يقارب فوق 60% مبلغ سيصرف على ذلك الطالب من أجل أن ينتقل فقط. نحن نتحدث على النقل فقط، وما سبب المصروف، مصروف الشخصي للطالب، ما سبب المستلزمات الطالب، كم سيكلف ذلك. يعني سيتضرر الطالب أكيد. هناك كثير من الطلاب سيعزفون عن الدراسة وستوقفون عن الدراسة في هذه المرحلة. يعني في رأيه كل سنة أخص من سنة، كل سنة أخص من سنة تطلع، كيف بيقع في الرأي هذا؟ خلاص الرأي كده رايحة. قلت لك الإنسان يتعب يشقى فيه. الإنسان اليوم واحد يلقوا فنعمل، صدقنا أنه ييت بدون غداء. يعني مجاعة نسبة مجاعة شوي، ولمن الحمد لله خيرها فيه ترواتب مليان الحمد لله. يعني لو فيه صدق صح ناس يراعوا المساكين ويراعوا دي ويجيبونه صح، والله الكل بيعيش وكل بيقع، ما حد بيصيح. لكن نقولوا فيه على قلدك حسبنا الله ونعم الوكيل. أخي ويش بطنا نقول لك، هو الكلام عادي يطلع الصدق. إذا تغدينا ما تعشينا يا أخي، إذا تعشينا ما فطرنا يا أخي. الحاصل اللي قلت لك ما عاد شيء، البلاد رايحة للهاوية، والله يكون في العون. بس طبعا جوانب، جميع الجوانب تضررت في هذا، أعتبرها كارثة. فبالتالي هذا الشيء مش أنه يعني ممكن حتى يؤدي للجرائم، يعني نوصل نحن نؤدي للجرائم، تكتر السرقات، تكتر الحاجات دي بسبب أنه الوضع الاقتصادي صار في الدهور غير طبيعي. وحسب ما نشوف الوضع العام أنه في أمور صارت مش في الحسبان، صارت تجار مواد غذائية ارتفاع مستمر. لو كان حتى الفترة من الفترات كان يعطين البنك المركزي بالدولار، فبالتالي يعكسون أنه يكون ارتفاع في الدولار وارتفاع في المواد الغذائية، يعني ارتفاع من شقين. فهذا الشيء صار المواطن يعني ما يوجد عنده في حاجة اسمها أمن غذائي. الأمن الغذائي هذا غير موجود، فلو كان في أمن عام فلازم أنه يقابله أمن غذائي. طبعا بنشكل عبء كثير من ناحية المستلزمات الغذائية. يعني الآن إذا كانت الراشن يكلف متوسط الراشن بين 30 إلى 40، يعني كمتوسط يعني حد أدنى لأسرة صغيرة 5 أنفار 6 أنفار، يعني الآن لابد أنه يضاف إليها من 30 إلى 25% زيادة إضافية، وهذا أيضا يشكل عبء على الأسرة. من أين سيأتي؟ لذلك أكيد يعني إما أن الأسرة يعني بتنقص من حاجاتها الأساسية،
يعني بدل ما يشتري رب الأسرة مثلا كيس بعشرة سيضطر أنه يشتري بخمسة. ستأتي هناك أكيد مشاكل أسرية داخل البيت من ناحية الغذاء ومن ناحية حتى النفسية. الأب سيواجه مشاكل مع أسرته، أحيانا من الأب يعاني من عمله، يعود إلى عمله يلحق البيت أكيد في هناك مستنقصات مستلزمات، أكيد الأسرة تطالبه بأشياء هو يعني ما يقدر أن يلبي هذه الحاجات، لذلك تولد هناك يعني خلافات أسرية ومشاكل عائلية بسبب تلك الجرعات بسبب تلك الأمور التي سببها ارتفاع الأسعار. فلازم أن السلطة المحلية تراعي المواطنين في هذا الشيء، فلازم هذا الموضوع الموضوع المشتقات النفطية لازم أنه يرجع لأقل مستوى، ولازم أنه يكون في ضبط للأسعار بالذات المحلات المواد الغذائية. المواد الغذائية يعني ما قدرنا حتى نحن كموظفين ما قدرنا نسيطر عليها، يعني لما تشتري تروح تشتري مواد غذائية تحصلها بسعر ثاني شهر تحصلها بسعر أكثر، ولو حتى كان السعودي يعني ثابت تحصل فيه ارتفاع، كيف مش عارفين. فأنا نشوف أنه السلطة لازم تجلس، لازم تحرك مكاتبها، لازم تشتغل بصورة أوسع وشفافية أكثر، يقولون نحن كيف بكم يشترون وكيف يوصل وين يروح، هذا هو اللي بغناه منهم. رسالة ينظروا يا أخي في حوال الشعب، يا أخي في حوال الناس، يشوفوا طيب إيش البلاد رايحة، ولا دحين تصدق أنت الشارع فاضي، شوارعها ناس يالسين في بيوتهم ما مقادرين حتى ينزلوا على قل ذاك الحرمة اللي شافتك لابس الشميس حق قالت لك هات 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 هات، منين تجيب لها أنت وده بس القرمة ويلس عندها بس في الدار، يعني وضع مزري مرة إلى أبعد. والله هذه الرسالة اللي هات مختصة نتمنى أن ينظرون وبالذات الطلبة وينظروا الناس مساكين اللي يشتغل شاقي واللي يشتغل يروح قلوا له في الأسعار، على الأقل يفكوا حتى جمعيات المحافظ، فك جمعية أو يلقي أي حاجة يعطيهم سعر معين يخلي المسكين يعرف يناول لقمته. التاير كده بيجيبه من أي مكان مرتاح، لكن المسكين كيف بيجيبه؟ يعطي بس في أسعار ثابت مواد غذائية هذه يحددها كده كده بس وخلاص، مش كلهن يعني يلقي حتى من الجمعية يفك سوبر ماركت ما هذا يعطيهم أوامر يعطيهم حتى شيء يدعمون بس للمواطن الشهر هذا الكريم اللي جاي بس، والباقي على الله على قول ذاك الواحد وما بيرغب شيء فيه. على السلطة المحلية بالمحافظة أن تضع أيضا الحلول من خلال مثلا إنشاء صندوق. الفترة المتبقية الآن فترة قصيرة جدا، الفترة قصيرة جدا أمامنا، فلو يتم معالجة هذه خلال هذه الفترة المؤقتة من خلال إنشاء صندوق يتم دعم الطلاب المواصلات. لنسى نحن في مديرية الشهر لدينا عدد كبير من الطلاب سواء كان من الشهر أو من الحامي المتحركين إلى المكلة، وهذا سيؤثر في دراستهم. فنرجو رسالتنا إلى السلطة المحلية، رسالتنا أيضا إلى أعضاء مجلس النواب محافظة حضرموت، أين دورهم؟ يجب أن يتكلموا مع الحكومة، يجب أن يساعدوا في عملية تخفيف المعاناة وإيجاد الحلول لهؤلاء الطلاب. الرسالة الموجهة هي أنه نحن شعب لدينا ثروات نفطية، فلو كان يتبنون هذا المشروع ويكون عندنا مصفاة زينا زي المأرب بيكون هذا الشيء بيخفف علينا حمل. فكذلك فنحن مجتمع عندنا نفط، فنحن مجتمع كذلك معظمه بدات المدينة الشحر معظمهم الصيادين، فالصيادين هم يعني فئة متضررة كذلك من الموضوع، فياريت انهم يعتمدون انه يكون في مصفاة تكون في حضرموت خاصة، فهذا الشيء بيسهل علينا وبيسهل على الجميع ان شاء الله وعلى جميع المحافظات المحررة. أن نتق الله في هذا الشعب المظلوم، الشعب المسكين، الشعب الذي يعاني من ويلات هذا الحكومة وهذا النظام، نتق الله فيهم. ناس تعبت، ناس هلكت، كل ما زاد الجرعة كل ما زاد الفقر في الناس. يعني لو افترضنا نحن يعني الواحد يشتغل في أكثر من شغل يحصل له أكثر من مكان دخل، فوق هذا ما يقدر يلحق، ما بالك بالإنسان العادي اللي كان يأكل وجبتين الآن بيصبح يأكل وجبة واحدة. عذبونا نحن بهذه الأمور كلها، صرف كل يوم في تزايد، كهرباء، ماء، بترول مرتفع سعره وماشي.
الواحد بيخرب بيشتغل من الصبح ما عاد يقدر، ما عاد تلاقي لا مواصلات في السوق، ما عاد تلاقي ايش بدنا نقول لك، الروتي اصبح غالي. وعادك لو تشوفه كيف، لكن نقول الحمد لله على كل حال، نتقي الله في هذا الشعب. رسالتي الى الحكومه اولا نقول لهم رجعوا الى فناديكم، نحن ما نحتاج لكم. يعني عندما عدتوا الى ارض الوطن كنا نامل فيكم خير، ولكنكم للاسف الشديد زدتم الشعب جوعا فوق جوعه.